من جهة أخرى وفي مقابلة مع الشرق، قال سفير المغرب لدى السعودية إن رؤوس الأموال التي تستثمر في المغرب لا يوجد فيها مخاطرة نهائية، مشيرا إلى أن إنشاء خط تجاري بحري بين البلدين من شأنه تقليص مدة وصول المنتجات إلى 7 أيام بدلا من شهر. هو القانون المغربي فيما يخص الاستثمارات الخارجية، وهو قانون جديد صوت عليه البرلمان المغربي مؤخرا، هو قانون منفتح جدا. فأنا أريد أن أبلغ هذه الرسالة للمستثمرين السعوديين الأشقاء بأن فيما يخص رؤوس الأموال التي تستثمر في المغرب يعني ليس فيها مخاطرة نهائيا، لأن القانون يعطي للمستثمر السعودي أو غير السعودي إمكانية بإدخال رأس ماله للبلد وإخراج الأرباح وإخراج رأس المال إذا ما كانت هناك مشكلة في الاستثمار. فالحمد لله هذا القانون يعني يحمي حماية كبيرة للمستثمرين الأجانب ويسهل المأمورية، وبذلك أتمنى أن هذه الرسالة للمستثمرين يلتقطونها ويروحوا للمغرب بقوة أكثر ليستثمروا مع أشقائهم المغاربة هناك. هناك يعني قطاعات واعدة جدا يمكن الاستثمار فيها، والمغرب كذلك يمثل منصة لأوروبا وإفريقيا، يعني يمكن لأي مستثمر أن يستثمر في المغرب وأن يصدر لهذه المناطق، لأننا لنا معهم اتفاقية مناطق حرة. فهذا كذلك هذه نقطة كذلك مهمة جدا تشجع الاستثمار في بلد كالمغرب. مع الأسف هناك عائق كبير، هو عائق الملاحة التجارية البحرية، بحيث المنتوج المغربي يصل إلى المملكة بعد شهر وهو في البحار. ولو كان هناك يعني خط مباشر ما بين المغرب والسعودية تتقلص هذه المدة إلى 7 أيام. فهو الآن علينا نحن كمسؤولين في المغرب وفي المملكة العربية السعودية أن نعمل بجدية وبسرعة إلى إحداث خط بحري لتنمية هذه المبادلات التجارية.